الولايات المتحدة شهدت 23 كارثة في هذا العام وحده، مليار دولار تكلفة خسائر كل واحدة منها وسطيا، وهذا رقم قياسي في تكلفة خسائر الكوارث الطبيعية في أمريكا، علما أن العام لم ينتهي بعد. الأرقام هذه كشف عنها تقرير جديد للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. أبرز ما شهدته أمريكا حتى اللحظة كان حرائق هاواي وأعصار إيداليا وعاصفة البرد الشديدة في مينيسوتا، لكن خبراء الطقس يتوقعون المزيد من الأعاصير حتى 30 من نوفمبر المقبل. الرقم القياسي السابق بلغ 22 مليار دولار، وتم تسجيله وقت جائحة كورونا في عام 2020، ولكن إلى الآن لم يتم تحطيم الرقم القياسي الكبير الذي وصلت له أمريكا عام 2017 بخسائر بلغت آنذاك 383 مليار دولار.